شهدت مدينة فاس اليوم وبعد صلاة الجمعة تنظيم مجموعة من المظاهرات انطلقت من أبواب المساجد مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة. المتظاهرون حاولوا من خلال هذه المظاهرات رفع شعارات منددة بالقرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حق الشيخ محمد الخمليشي إمام مسجد الإمام علي على خلفية انتقاده في إحدى خطبه لمهرجان موازين المنظم كل سنة بعاصمة المملكة. قوات الأمن حاولت في بداية الأمر تطويق المسجد مسجد الإمام علي إلا أنها فوجئت بعد انتهاء صلاة الجمعة بانطلاق مجموعة من المظاهرات انطلقت من أبواب مساجد مدينة فاس ما خلق نوعا من الاستنفار الأمني بمدينة فاس. تتواصل إلى حدود الساعة ردود الأفعال من طرف مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المنددة بالقرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حق إمام المسجد إمام علي. التي تبكون عليها وتذرفون عليها دموع التماسيح.